الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لعلنا إن شاء الله في هذا اليوم نكمل ما ابتدأنا به من تفسير سورة النحل. بارك الله فيكم ووفقكم لخيري الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ينوه الله جل وعلا بعبده إبراهيم عليه السلام لأنه أبو العرب، فكانوا يعرفونه وكانوا يجعلونه قدوة لهم، ويذكرون مآثره ويذكرون عباداته، ويسيرون في بعض العبادات بحسب ظنهم على طريقته. ولذا خاطبهم الله جل وعلا بهذا النبي الذي يعرفونه ويعتقدون إمامته، فقال إن إبراهيم كان أمة، يعني أنه يقتدى به في الخير، وقد كان وحيدا في التزامه بدين الله، ومع ذلك لم يثنه وقوف المشركين في وجهه، بل كادوه بأعظم المكائد وأشنعها، ألا وهو أنهم حاولوا أو أنهم ألقوه في النار فجعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم. وكان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام، فكانت العرب
تماثل قوم إبراهيم في عبادة الأصنام، ولذا ذكرهم الله جل وعلا بمآثر أبيهم وأنه كان على التوحيد ولم يكن يعبد الأصنام، بل كان يدعو الله جل وعلا أن يجنبه وأن يجنب ذريته عبادة الأوثان والأصنام، ويذكر أنهن أضللن كثيرا من الناس. ثم ذكر أنه كان مستسلما لأمر الله وحده، فهو لا يسير على مقتضى الهوى والرغبات النفسية، ولا يأخذ دينه من غير شرعه، ولذا قال قانتا لله أي خاضعا له، مستسلما لأمره، مستجيبا لشرعه، وكان حنيفا. معنى حنيفا أي مائلا، فهو قد ترك الشرك إلى التوحيد، وقد ترك المعصية إلى الطاعة، وقد ترك بلاد الكفر والشرك إلى بلاد التوحيد. ثم قال ولم يكن من المشركين، أي لم يكن من شأن إبراهيم أن يوجه العبادة لغير الله من هذه الأصنام التي تعبدها العرب وتخضع وتذل لها. فكأنه يذكرهم بأبيهم إبراهيم، وأنهم وإن ادعوا انتماءهم إليه إلا أنهم لم يسيروا على طريقته في التوحيد وعدم الشرك. ثم ذكرهم أن إبراهيم كان شاكرا لنعم الله، وهذا فيها بيان أنهم أخطأوا طريقة إبراهيم، حيث كانوا يأخذون نعم الله فيجعلونها مبذولة على جهة العبادة لغير الله، فكانوا يذبحون لأصنامهم ويتصدقون تقربا لأصنامهم ويقدمون القرابين لهذه الأصنام، ولذا بين أنهم ليسوا على طريقة إبراهيم الذي كان يقدم نعم الله وخيراته وفضائله طاعة لله تعالى شكرا لنعمه. فإن هذه السورة لا زالت تذكر بنعم الله وتذكر الناس بوجوب شكرها، وفي هذا طرح قدوة أمام الناس ليقتدوا به في شكر نعم الله تعالى. وحينئذ اجتباه، لما شكر نعم الله اختاره الله واصطفاه لأن يكون من أهل التوحيد ولأن يكون من أهل شرع الله جل وعلا. وحينئذ فنعمة الله على العبد حينما يشكر نعمه بأن يصرفها في مراضيه بأن يختاره للخير، فيجعله على أحسن الطرائق وأفضل الشرائع وأفضل العبادات، سنة جارية في الكون. ولذا قال وهداه إلى صراط مستقيم، فجعله من أهل الطريق الموصل إلى الله، وبين له هذا الطريق وجعله يسلكه. والصراط المستقيم أي الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه ويوصل إلى المقصود من الحصول على رضا الله ورفعة الدرجة في الآخرة. فمن كان كذلك جمع الله له بين خيرات الدنيا مع ما ينتظره من النعيم العظيم في الآخرة.
ولذا قال وآتيناه في الدنيا حسنة، أي أن الله جل وعلا يعطيه الخيرات في هذه الدنيا، فقال وآتيناه أي سخرنا له ويسرنا له في الدنيا، وهي هذه الدار التي يعيشها الإنسان قبل الممات، سميت بذلك لقربها وقلتها حسنة، أي أن الله أعطاه من الخير العظيم في هذه الدنيا، فجعل له الولد وجعل له الزوجة الحسنة وجعل له المال الذي يقضي به حوائجه وجعل له الأتباع، بل استمرت هذه الحسنة بأن استمرت ذريته بعده وبارك الله في ذريته فبعث فيهم الأنبياء الكثر، وكذلك جعل الله له الذكر الحسن إلى يوم القيامة، فما من ملة من الملل إلا وهم يعتقدون أن إبراهيم إمام لهم. ثم قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إما أنه قد صلح في عمله فأورث العاقبة الحسنة، وإما أن يكون صالحا في الآخرة بمعنى أنه يكون على أحسن حال في نعيم مقيم وحياة هنيئة. ثم قال تعالى ثم أوحينا، أي أن الله تعالى امتن على البشرية بأن أنزل الوحي الذي فيه النجاة وفيه صلاح أحوال العباد واستقامة أمورهم على هذا النبي الكريم الذي من صالح الخلق أن تكون الشريعة والوحي قد نزلت عليه. ثم أمره الله بأن يتبع ملة إبراهيم، فشريعة إبراهيم وديانته المبنية على التوحيد قد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يسير عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على إرث من إرثي إبراهيم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع آثار إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ونسبت الملة لإبراهيم لأنه هو المبلغ لها، فإن الإضافة تكون لأدنى مناسبة. ثم ذكر عنه بأنه كان حنيفا، وكلمة حنيفا قيل بأنها صفة أو حال للملة، فهي على التوحيد وليست على الشرك، وقيل بأنها لإبراهيم وما كان من المشركين، فيه التأكيد على أن طريقة أهل الجاهلية ليست طريقة أبيهم إبراهيم عليه السلام، وفي هذا إبطال حجة بعضهم بأنه قد سار على طريقة الآباء والأجداد، فإن أباهم إبراهيم كان على التوحيد ولم يكن على الشرك. ثم قال تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، لأن اليهود كانوا موجودين بجوار قبائل العرب، ولذا قد قال بعضهم بأنك لو كنت على طريقة صحيحة لسرت على طريقة أهل هذه الديانة اليهودية التي عندهم، حيث إن عندهم كتاب من عند الله وقد ساروا على طريقة نبي من أنبياء الله، فبين الله جل وعلا لهم أن أهل الكتاب مختلفون
وقد وجد عندهم تحريف لشرع الله ولدينه مما اقتضى أن يبعث للخلق رسول تكون رسالته دائمة وباقية إلى قيام الساعة. فقال تعالى: إنما جعل السبت. السبت هو اليوم المعروف، وذلك أن يوم الله هو يوم الجمعة، ولكن أهل الكتاب اختلفوا فيه ولذا لم يهتدوا له، فجعل لليهود السبت وللنصارى يوم الأحد. فقال: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وسمي سبتا لأنهم يعطلون أعمالهم فيه. قال: وإن ربك، أي إن الله تعالى الذي ربانا بصنوف النعم، ليحكم بينهم، أي يفصل في الخصومات والاختلافات التي كانت بينهم، فإن بين اليهود والنصارى من الاختلافات الشيء الكثير. فإذا كان اليهود يتشددون في دينهم فإن النصارى يتساهلون فيه، وأهل الإسلام وسط بينهما. وإذا كان اليهود يتجهون جهة بيت المقدس في صلاتهم والنصارى يتجهون جهة المشرق، فإن أهل الإسلام يتجهون إلى بيت الله الحرام، الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام. وهكذا في اختلافات كثيرة هدي أهل الإسلام للحق والصواب فيها، فإذا جاء يوم القيامة حكم الله بين العباد وفصل فيما كان بينهم من اختلاف وتنازع. ثم جاء الأمر الإلهي لأهل الإيمان بأن يكونوا دعاة إلى الحق والهدى، فقال: أدعو إلى سبيل ربك. والخطاب هنا قيل بأنه قد وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدخل الأمة فيه تبعا، لأننا مأمورون بالاقتداء به. وقيل: بل الخطاب موجه لكل قارئ لكتاب الله أو سامع له، فقوله أدعو أي يا أيها القارئ لكتاب الله ويا أيها المستمع له. ولم يبين المدعو من يدعو ليفيد العموم، فيدعى الصغير والكبير والرجل والمرأة والوثني وصاحب الكتاب، ويدعى الناس كلهم. وقد بين الله جل وعلا إلى ما يدعون، فقال: إلى سبيل ربك، أي الطريق التي توصل إلى رضا الله جل وعلا، كما قال عن إبراهيم: وهداه إلى صراط مستقيم. ونسب السبيل إلى الله لأنه هو الذي شرعه ولأنه موصل لرضاها. ثم بين أساليب الدعوة فقال: بالحكمة، بحيث يخاطب كل إنسان بما يتناسب مع قدراته ومع معقولاته ومع ما يعرفه من معارف، لتكون هذه الحكمة سببا من أسباب دخول الناس في دين الله تعالى. وهكذا يدعون بالوسائل التي يعرفونها وتكون مقربة لهم. ثم ذكر طريقا آخر
ألا وهو الموعظة الحسنة، بحيث يخاطب الناس بالوعظ الذي فيه ترغيب وترهيب، يرغبون بخيري الدنيا والآخرة عند تمسكهم بشرع الله، ويخوفون من عقوبة الدنيا والآخرة عند تركهم لشرع الله تعالى. وأما الوسيلة الثالثة فبالمناقشة والحوار، ولذا قال وجادلهم بالتي هي أحسن، أي ناقشهم بأفضل كلام وأحسن طريقة وأولى أدب، ليتناسب مع عظم ما تدعوهم إليه. وللحكمة في الدعوة طرائقها، فمن ذلك مثلا أن يختار الأسلوب الجميل، ومن ذلك أن يذكر الناس بالعواقب الحميدة لأهل الخير، ومن ذلك أن يبدأ بالأهم فالأهم في الدعوة إلى الله، ومن ذلك أن يذكر الناس بوقوفهم بين يدي الله، ومن ذلك أن يختار من الطرائق العقلية والأساليب المقنعة ما يكون سبيلا من سبل هداية الخلق إلى الله تعالى. ولما ذكر أن مهمة الدعوة تكون على أهل الإيمان قاطبة، ذكر أنه ليس من مهمتهم هداية الخلق، فإن الهداية بيد الله يهبها لمن يشاء من عباده، ولذا قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي أن من يكون مستحقا، أن من يكون أهلا للهداية فإن الله تعالى يهديه، ومن لم يكن كذلك فإن الله جل وعلا يجعله يستمر في ضلاله، والله تعالى أعلم بمن اهتدى حقيقة وبمن بقي على ضلاله حتى وإن أظهروا خلاف ذلك، والله تعالى هو الموفق للهداية. ومن الأمور التي يواجهها الدعاة لدين الله أن يجابه بشيء من العذاب وصد الخلق عن طريقة الحق التي يأتي بها دعاة دين الله، فهذه سنة ماضية، ولكن من سنة الله في الكون أن يمكن الدعاة من أعدائهم، وأن يجعل العاقبة الحميدة لأهل الإيمان، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وحينئذ يذكر الله تعالى لأهل الإيمان طريقين، إما أن يعاقبوا، فإذا عاقبوا عاقبوا بالعدل بحيث لا يزيدون عن مقدار ما وصل إليهم من العذاب، ولذا قال وإن، يعني لو قدر أنكم عاقبتم أي جازيتم من عذبكم بمثل فعله، فحينئذ لا يجوز لكم أن تتجاوزوا مقدار ما لحقكم من الأذى، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وعاقبوا هنا فعل أمر يراد به الإباحة، لأنه أمر بعد نهي، فقد نهي عن إلحاق الأذى بالآخرين، فيكون أمر إباحة وليس أمر إيجاب. وفي مقابل هؤلاء طريق آخر
ألا وهو العفو والتجاوز والصبر على ما كان من أولئك المضادين لشرع الله. ولهذا قال: ولئن صبرتم، أي تحملتم الأذى الذي جاءكم في طريق الدعوة إلى الله، فإن هذا الطريق خير الطريقين. ولذا قال: لهو خير للصابرين. وخير هنا على الصحيح على صيغة أفعل التفضيل، يعني أن هذا هو أفضل الخيارين الذي تختارونه. ومن هنا إذا نظر الإنسان في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد أن الصبر والتحمل هي الصفة الغالبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع ما كاده أعداؤه وما حاولوا من قتله وما كان منهم من الأذى لأصحابه وما كان منهم من صد عن سبيله، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملهم بالعفو والتجاوز. وحينئذ من كان من أهل الصبر فلا يظنن أنه مخذول، بل إن الله سيكون معه. ولذا قال: واصبر، أي تحمل ما جاءك من الأذى. وما صبرك إلا بالله، أي لن توفق للصبر إلا بفضل من الله جل وعلا وتثبيت منه سبحانه. ولا تحزن عليهم، أي لا تتأسف ولا تتألم بسبب فعلهم معك من صدهم عنك ومن تعريضهم للأذى عليك. ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي لا يضيقن صدرك من مكرهم وما فعلوه من الحيل الشنيعة والتدابير الخفية، فإنهم مهما فعلوا لن يخرجوا عن قدر الله. فالله جل وعلا مطلع عليهم، عالم بهم، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، بل لم يفعلوا ذلك إلا بقدر من الله وخلق منه سبحانه وتعالى. ولذا ذكر الله نبيه وذكر أولياءه وأتباعه بأن الله تعالى معهم، والله هو القوي القادر، ومن كان الله معه فلن يخيب. والمعية هنا معية النصر والتأييد، فقال: إن الله مع الذين اتقوا، أي كان من صفاتهم أن يتقوا غضب الله بالإقدام على طاعته وترك معصيته، أقدموا على التقوى بتحقيق أمر الله ولو كان مخالفا لأهوائهم ولو كان مخالفا لرغبات غيرهم من الشياطين ومن بني جلدتهم. والله تعالى مع المحسنين الذين يحسنون في عبادة الله فيستشعرون مراقبة الله لهم، وهم محسنون إلى عباد الله فيقدمون لهم ما يعود عليهم بالنفع، سواء في أمورهم الدينية بدعوتهم إلى الله أو في أمورهم الدنيوية بما يقيم حياتهم. فهذه آيات عظيمة فيها حكم وفوائد كثيرة، منها فضيلة أبينا إبراهيم عليه السلام وما كان عليه من التوحيد المضاد لطريقة المشركين. وفي هذه الآيات أن من الأمور التي ينبغي بالعبد أن يجعلها بين عينيه أن يجعل له قدوة يقتدي به في الخير،
سواء كان من أنبياء الله أو من علماء الشرع. قال: وفي هذه الآية فضيلة الخضوع لله والاستسلام لأمره والانقياد لطاعته. وفي هذه الآيات التذكير بأن إبراهيم لم يكن من المشركين، فإن أبا العرب وأبا اليهود لم يكن مشركا، وإنما كان من الموحدين المسلمين. وفي هذه الآيات الترغيب في شكر الله تعالى على نعمه، وأنها طريقة الصالحين، وأن الشكر من أسباب اختيار الله للعبد واصطفائه له ليقوم بدين الله وبالدعوة لدينه. وفي هذه الآيات أن الهداية من عند الله جل وعلا، وفيها بيان أن الحق في أحد الأقوال وليست كل الأقوال حقا، فإنه قال: وهديناه إلى صراط مستقيم، والصراط واحد، وقال: ادعو إلى سبيل ربك والسبيل واحد، ولم يقل سبل بالجمع. وفي هذه الآيات أن ما يعطاه العبد في الدنيا لا يدل على نقصان درجته عند الله، ما دام يستعمله في مراض الله. فهذا إبراهيم عليه السلام قد آتاه الله أجره في الدنيا وجعل له الحسنة فيها، ومع ذلك هو خليل الرحمن، وله وهو من أولي العزم من الرسل. وفي هذه ولذا قال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فإيتاء العبد من الدنيا لا يعني نقصان حظه من الآخرة. وفي هذه الآيات الأمر باتباع طريقة إبراهيم في التوحيد وترك الشرك. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد جعل إبراهيم إماما للحنفاء وإماما للمتقين. وفي هذه الآيات بيان أن اليوم الذي هو يوم الله هو يوم الجمعة، وأن من اختار يوما غيره فقد أضله الله عن اليوم الذي اختاره الله. وفي هذه الآيات التحذير من الاختلاف، وبيان أن الاختلاف ليس محمودا في الشريعة، بل هو من الأمور المذمومة. ولذا فإن العبد يحاول أن يتجاوز الخلاف ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء كان الاختلاف في أمر شرعي أو كان في أمر دنيوي. فالاختلاف في الأمر الشرعي لأن من المقرر أن الحق في أحد الأقوال، وأن ما عدا ذلك القول فليس بحق، ولذا على الناس أن يبحثوا عن هذا الحق. ولئن كان العبد يعذر غيره ممن يخالفه في الاجتهاد إذا تحرى وبذل الأسباب للوصول للحق ولو لم يصل إليه، فيقدر من يخالفه ولا يستنقص من مكانته. وفي هذه الآيات أن الله تعالى يحكم بين العباد يوم القيامة، فيقيمهم في ذلك اليوم ويعرض ما كان بينهم من الخلاف في الدنيا، فيحكم بينهم جل وعلا. وفي هذه الآيات وجوب الدعوة إلى الله تعالى، وأن هذا الواجب واجب على كل أحد من الناس. والدعوة قد تكون باللفظ، وقد تكون بالفعل الجميل الصالح،
وقد تكون بعرض دين الإسلام أو عرض التوحيد والسنة بما يكون موضحا لذلك. وفي هذه الآيات أن الشرع يتطلع إلى انتقاء الألفاظ خصوصا عند الدعوة إلى الله تعالى، والشرع يتطلع لأن تكون الدعوة بالحكمة بحيث ينتقى من الأساليب ما يتناسب مع حال المدعو، وينتقى من القضايا ما يكون أهم وأولى بالمعالجة. وفي هذه الآيات جواز الجدال بالتي هي أحسن، وأن الجدال ليس مذموما كله متى كان المقصود أن يصل الإنسان للحق وكان بالتي هي أحسن. فلا يجوز للإنسان أن يجادل بقصد علو مكانته أو رفع منزلته، وإنما يجادل لتحقيق أمر الله وتحصيل رضاه. وهكذا لا يجوز للإنسان أن يكون خصيما عن أهل الباطل مجادلا لهم، لأن هذا ليس من الجدال بالتي هي أحسن. وفي هذه الآيات بيان أن الهداية والضلال بيد الله جل وعلا، وأنه أعلم بحال المهتدين وحال الضالين. وفي هذه الآيات أن المظلوم يجوز له أن يعاقب الظالم بمثل ما عاقب به، وهذا على سبيل الجواز والحل. والأفضل أن يعفو الإنسان وأن يتجاوز عمن أخطأ عليه، ومن عفا لله فإن الله جل وعلا يجعل له العز والرفعة والمكانة. وفي هذا دلالة على أن كثيرا مما تظنه العقول لا يكون كذلك، فإن الناس يظنون أن انتصار الإنسان لنفسه وأن انتقامه ممن ظلمه يدل على قوته ويجعل الناس يهابون منه، بينما الحقيقة أن من عفى عمن ظلمه فإن الله يرفع درجته ويعلي منزلته. وفي هذه الآيات الترغيب في الصبر والحث عليه، سواء كان صبرا في المصائب أو كان صبرا عند أذى الآخرين، سواء كان الأذى من أجل أمر دنيوي أو كان من أجل أمر أخروي. وفي هذه الآيات بيان أن الموفق للصبر هو الله تعالى، مما يجعل الإنسان يطلب من الله جل وعلا أن يثبته وأن يرزقه الصبر. وفي هذه الآيات أن الحزن ليس من العبادات التي يعبد الله بها، وإنما الحزن من الأمور التي لا يرغب الشرع فيها. وقد يرد الحزن إلى القلوب وإلى النفوس بحيث لا تستطيع رده، ولكن الشرع يتطلع إلى أن يكون المؤمن على قوة قلب بحيث لا يحزن ولا يأسف. وكيف يحزن وهو يعلم أن ربه الخالق المنعم هو الذي قدر الأمور على هذا الوصف الذي لم يكن راغبا فيه؟ وكيف يحزن المؤمن وهو يعلم
أن ما يقدر عليه من أنواع الأذى قد يكون لصالحه ولفائدته، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي هذه الآية من الفوائد أيضا تحريم معاقبة من ظلمك بشيء يزيد على مقدار ما وصل إليك من ظلمه. وفي هذه الآيات الترغيب في ألا يدعو المظلوم على ظالمه، لأن هذا من الصبر، فصبرك على من ظلمك من أنواعه ألا تدعو على الظالم، وإنما تدعو له بالهداية وصلاح الحال، وتدعو لنفسك بأن يخلصك الله من ظلمه، وتنوي بذلك مصلحتك ومصلحة ظالمك بألا يزداد إثمه وألا يتمادى في ظلمه. وفي هذه الآيات بيان أن أهل الضلال سيستمرون في خططهم السرية ضد أهل الإيمان، وحينئذ لا يحزن الإنسان من طرائقهم وتخطيطاتهم، وإنما طريقه أن يستمر في الدعوة إلى الله وترغيب الناس في الالتزام بشرع الله، والله تعالى يتولى بقية الأمور. وفي هذه الآيات بيان أن مكر الماكرين المخادعين في إيذاء أهل الإسلام وصد الناس عنهم لا يكون سببا من أسباب منع المسلمين من العاقبة الحسنة، فإن الله تعالى قد وعد بأن يكون مع المتقين، ومن ذلك أن يجنبهم مكائد الكائدين وطرائق المفسدين. وفي هذه الآيات أن من كان مع الله كان الله معه بالنصر والتأييد. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي بالمؤمن أن يتأفف أو أن يضيق صدره بسبب فعل أعداء الله، وإنما عليه أن يعلم أنهم لم يفعلوا ما فعلوا إلا بقدر من الله، وأن الله هو الذي مكنهم من ذلك لحكم يراها جل وعلا. ولذا قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، وقال: ولو شاء لانتصر منهم. ومن هنا نعلم أن لله حكم في ما يقدره على العباد، سواء كان موافقا لرغباتهم أو مضادا لها. وفي هذه الآيات الترغيب في التقوى والإحسان، وبيان أنها من أسباب معية الله تعالى للعبد ونصره وتأييده له. فهذا شيء من الفوائد والأحكام المأخوذة من هذه الآيات. وبهذا يتم تفسير سورة النحل، ولعل الله جل وعلا أن يهيئ لنا أن نواصل دروس التفسير في شهر رمضان من العام القادم. أسأل الله أن ييسر لنا ذلك وأن يتيحه لنا بفضله وإحسانه، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا نلتقي هاهنا وأن نجتمع في جنان الخلد بفضله وإحسانه.
هذا، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا، وأن يجعلهم من المحافظين على صلواتهم في المساجد مع الجماعات، وأن يجعلهم من المؤدين لأركان الإسلام، كما أسأله جل وعلا أن يحمينا من مكائد عدونا الشيطان الرجيم ومن مكائد الفاسدين المفسدين بفضله وإحسانه. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للخير والهدى، وأن يجعلهم من أسباب الصلاح للناس أجمعين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة هذه البلاد لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما هيأوا لنا من أمور عظيمة تمكنا بها من عبودية الله تعالى في هذه المواطن الشريفة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.